هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد آذاني. وكان من آخر ما أوصى به قوله: أوصيكم بأهل ذمتي. أو تدري ما معنى الذمة عند العرب؟ إذا دخل الرجل في ذمة رجل آخر أو قبيلة فقد امتنع بها من كل عادية أو ظلم، فإذا عدى عليه أحد فكأنما عدى على من هو في ذمته، فصار حقا عليه أن ينصره كما ينتصر لنفسه وأهله وشرفه، فإن لم يفعل فقد ذهبت مروءته ولحقه عار الأبد. وهذه ذمة الرجل أو العشيرة، فكيف بعهد وذمة الله ورسوله التي أعطيناكم؟